سيداتي سادتي أعزائي المشاهدين أينما كنتم، مرحبا بكم، ألف مرحبا بكم في قناتكم أفائل، ومعكم طارق اللي كيقوم بالتنقيب بالشرح والتصوير ديال العقارات. كنتمنى نكون عند الحسن ديال الظن ديالكم بنا. انتم أعزائي المشاهدين إذا كان عندكم شي عقار بغيتو تحطوه في البيع فأنا رهن الخدمة ورهن الإشارة ديالكم. اليوم كنقول لكم مرحبا بكم في همزة من الهمزات الكبار، جايب لكم شقة بثمن ديال 250,000 درهم. عرفتي شنو هي 250,000 درهم؟ هي 25 مليون. هاد الشقة هادي اللي كتشوفوا فيها دابا ب 25 مليون، وماشي غير هي اللي كاينين بزاف ديال الشقق بحالها وواجدين للتسليم. من غدا في الصباح ممكن تمتلك الشقة ديال الأحلام ديالك وديال وليداتك، وفي موقع ماشي أي بلاصة. كنتواجد بكم اليوم بمدينة مكناس، وبالضبط الحي فين كنتواجد، بالحي ديال مرجان. نزيد بالضبط على مقربة من الحي ديال رياض الزيتون، على مقربة من السويقة ديال مرجان السكنة، على مقربة من الحي ديال جنان مكناس. الطاكسي والطوبيس والمدرسة للوليدات وكل شيء كاين حداك، وتا المسجد على مقربة من هاد العقار اللي كنصور اليوم تقريبا بواحد جوج ديال الدقائق. نقول لكم جايب لكم هميزة من داك الشيء الرفيع. نزيدكم الا وهو كاين لاسونسور، المرآة ديال السيارات، كاين جوج ديال المصاعد، جوج ديال لاسونسور في هاد العمارة هادي. كما قلت الشقق اللي جاهزين وواجدين للتسليم في الحين، هذه الا شريتي شقه راك غادي تاخذها اليوم وغادي تسكن اليوم. الطرق ديال الاداء ممكن تخلص بطريقه الاداء اللي بغيتي، تخلص عن طريق البنك ولا تخلص بالاداء الفوري ولا الكاش كما كنقولوا، بثمن ديال 250,000 درهم، 25 مليون. نشوفوا الفصاله اعزائي المشاهدين، الفصاله ديالنا ديال العقار عندي الباب هو هذا، الباب ديال لونطري عندي هو هذا، كندورو على يدينا ديال اليسار تلقاو هذا هو الصالون. صالون مغربي، هما حطوا لابارتمون تيمو، هذه ابارتمون تيمو. ها نتوما هاد التفريشه كي جات مبهجه، يا سلام، جات بريتمون اللي كتنافس الشقق ديال السكن المتوسط، لان اليوم راني كنتواجد بكم في سوق شقق ديال السكن الاجتماعي. واخا هذه شقه ديال السكن الاجتماعي، ولكن في الفينيسيون ديالها ما تقول شقه ديال السكن المتوسط ولا ديال السكن الفاخر. جاو عندنا كما قلت هاد الشقق هادو جاو في منطقه اللي زوينه، موقع اللي رائع. راه ديما كنقول لكم فاش بغيت تشري العقار ما تشوفش المساحه ولا تشوف لي غير الفصاله، شوف لي الموقع ثم الموقع ثم الموقع. هذه النصيحه اللي ننصح بها. عرفتي علاش؟ غدا ولا بغدا الا بغيتي تبيع العقار ديالك راه يتباع لك دغيا الا كان عندك الموقع، راه ماشي تشوف المساحه وتقول حقا لا المساحه. المساحه مهمه، ولكن كل على يقين راني ما كانش عندك الموقع راه ما كاين حتى شي حاجه في العقار. علاش؟ راه ماشي غير ليك انت، راه حتى لوليداتك، لعائلتك، مثلا جاو عندك ضياف، جاو عندك عائله، الاباء ديالك، ما الى ذلك. راه خص الانسان يلقى الدار ديالك دغيا دغيا، يوصل المواصلات. ما نكونوش كنفكروا غير في نفوسنا، نفكروا حتى في الاهل والاقارب والزوار اللي غادي يجيو يشوفونا. قلت هادشي لان العقار ديال اليوم فيه هاد المواصفات، باش تسكن حتى السويقه، وتسكن حتى الطاكسيات، وتسكن حتى المدارس للوليدات، وتسكن في منطقة هادئة وآمنة، راه قليل 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 فاش تلقى هاد العروض هادو بهاد الثمن. عندنا بالنسبة هانتوما كتشوفو معايا دابا الحمام ديال هاد العقار، راه شفنا المطبخ، دابا هذا هو الحمام، فيه الدوش ديالو وفيه التواليت ديالو فقط، واخا. وبالنسبة لافابو ولا الفاسك هما دايرينو برا على العقار. غنكملو الزيارة. عندنا جوج ديال الغرف اللي كاينين في هاد العقار. كاينين الناس اللي غادي يقولوا لي ايوا ثلاثه ديال الغرف واش ما كاينينش؟ بالضبط هنا ما كاينينش في هذا الموقع، ولكن هاد الشركه هذه اللي طارحه هاد العقارات للبيع عندها ديال ثلاثه ديال الغرف. فين عندهم؟ في تولال، في تولال، في عماره اللي فيها ار بلس 3، حتى هما شي حاجه لوكس، شي حاجه بنفس الطريقه مصايبينهم، وتا هما بالثمن ديال 250,000 درهم، ب 25 مليون. غير هما مازال ما وجدوش 100%، حتى اللي بغى يشوفهم اعزائي المشاهدين فما عليه الا الاتصال والتواصل معي ونتا يشوفهم. وهادو كما قلت لكم راه كيتواجدوا في مرجان، على مقربه من الحي ديال جنان مكناس، على مقربه من الحي ديال رياض الزيتون، راه في بلاصه اللي هي زوينه وزوينه بزاف. راه كنأكد لكم انك تخرج من هاد الشقه هادي تلقى اللي بغيتي، حوانت، السويقه، الطاكسي، الطوبيس، المدارس، كنأكد عليها وكنأكد عليها مره اخرى، وبثمن ديال 25 مليون، وراهم جاهزين واجدين للتسليم. ماشي غادي تسنى حقا العام ولا، راه في الحين انك انفا فاش كتخلص هذا العقار كتدخل تسلم العقار ديالك. هذه هي اللي زوينه فيهم.
هنا عندي الغرفه رقم 2، الغرفه الثانيه هانتوما كتشوفوا راه مفرشينها، وغرف اللي تيبانو كبار، هما فرشوهم عمدا باش الانسان كيدي فكره على العقار اللي غادي يشري، كيفاش ممكن يجهزو، كيفاش ممكن يحط كل حاجه في البلاصه ديالها. دار هميزه، وهميزه اللي مخيره 25 في هذا الموقع، راه قلالين الشقق، راه بالمحادثات ديالهم كاينين في نفس المساحه وفي نفس الصاله، ولكن كيكونوا زايدين لان ما داخلينش في اطار مثلا السكن الاجتماعي، تيكون سكن متوسط. هذا هو العقار ديال اليوم، كنتمنى نكون فلحت في التصوير وفي الوصف ديال هذا الشيء كامل، وما نكون نسيت حتى شي معلومه. نزيدكم هاد العماره هذه راه فيها مرآة ديال السيارات، وفيها كذلك البلاصه فيها جوج ديال الاسانسور، كاين السطح وشنو اخر، كاين جريدات حداك، مرافق اللي تبغي وتشها كلهم كاينين على مقربه من هاد العقار. و لافينيسيون زعما راه ما قصروش من الجهد في لافينيسيون. هذا هو اللي كاين اعزائي المشاهدين، كان معكم طريق من قناتكم افي ال، القناه اللي مختصه في مجال العقار. كنقول لكم الى اللقاء، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.